طيب عبد الحليم يا وسعاد حبيب حسني. قلبي، حبيب قلبي عليه. ده الظاهرة التي لن تتكرر. الفلتة، الاثنين دول فلتة لم تتكرر حتى الآن. الاثنين ده بشهادة السيد هفت الحمامة. تقول سعاد حسني ظاهرة على الشاشة ما جاش زيها ومش هيجي زيها، بس هي ما كانتش بتدير موهبتها كما يجب. ليه قدمت افلام لا متميزة؟ ما تديرش موهبتها، هي اتأذت في حياتها الشخصية لأنها لم تكن تدير حياتها بذكاء. بذكاء فتح حمامة مثلا أو بذكاء السيدة ماجدة. بتفرق؟ تفرق. عبد الحليم كان ذكي. عبد الحليم بقى كده هو اللي أدار حياته بذكاء، بالرغم من أنه هو كان ممكن يطلع غني كده في الشارع كان يبقى عبد الحليم برضه، بس هو عمل مؤسسة لنفسه. صحيح. هو بقى يدير حياته بذكاء فاستمر واستمر في ودننا لغايه دلوقتي. طبعا عبد الحليم ده وكان فلاح كده يعني بسيط في بيته بالجلابيه والطاقيه هو خد يعني كنت قاعد عنده في ايام فيلم الخطايا، قعدت معاه اسبوع قبل التصوير. واول يوم تصوير نزلنا من بيته عشان تحس انك اخوات يعني. ما كانش عندي لبس. اول يوم تصوير اللبس اللي لبسته ده من دولابه. بنطلون وبلوفر وقميص وسوري يعني وجزمه وشراب. طب وقعدتوا تعملوا ايه في الاسبوع ده؟ ما رجعتلهمش. لا طبعا. سوفينير ذكرى. طبعا. عملتوا ايه طيب في الاسبوع ده؟ ودي صوره ليكوا سوا. انا استفدت منه. لان هو كان يوميا عنده يا صالون فني يا صالون ثقافي. يا اصدقاء يجوا كده مثلا عبد الرب محمد الله يرحمه، محمد حمزه، كمال الطويل، الابنودي، جايين يسمعوه كلام، وهو بقى يقعد بقى بالحرف وبالكلمه يا اما جاي ملحن يسمعه لحن بليغ. كل دول اتعرفت عليهم عنده. وبعدين هو عنده اسبوعيا صالون ثقافي كان يحضره بقى ابتداء من الاستاذ كامل الشناوي لغايه بقى يوسف ادريس، حسن عبد القدوس كده يعني، الكتاب انيس منصور، عظماء هذا الوقت في كده. مفيد فوزي كان يعتبر العيل بتاعهم يعني. هو استاذ مفيد اكد لي زواج سعاد حسني من فاتن حمامة. فعلا. هو المعلومه اللي قالها مفيد انا بقى اؤكدها، وقالها لي وانا مسافر معاه. انا قلت سعاد حسني من عبد الحليم حافظ. وانا قلت ايه؟ العراق. كنت مسافر معاه العراق. هو كان ايه ساعات بنروح حفله يكلمني يقول لي انا مسافه تيجي تقدمني، ما كانش بقى عندي تصوير اروح معاه. بسعد بصحبته، فروحت معاه العراق وسافرنا بالقطر من بغداد للموصل زي بالظبط من القاهره لاسوان. يا بعيده يعني. فنمنا مع بعض في كابينه واحده، سرير تحت وسرير فوق. فهو قال لي هذه المعلومه اللي هو ما يقدرش يتجوزها لان الدكتور ياسين قال له ما تقدرش على العلاقه الزوجيه. يعني ما يقدرش. قال لي هذه المعلومه. عبد الحليم. عبد الحليم بس استاذ مفيد بيؤكد ان كان في زواج عرفي. ايوه وقال لي ان انا متجوزها. قال لك انه متجوزها. ايوه قال لك انه متجوزها. ايوه. يبقى تاني شاهد يؤكد او يعني حكي أو يعني تؤكد. أيوة. ما قاله الاستاذ مفيد. قال لي بقى عرفي ولا مش عرفي ما قاليش. مفيد بقى بحسيته الصحفيه ممكن يكون وصل الى اللي انا ما وصلتلوش. بالتسجيل مع سعاد حسني. نعم. سجل مع الفنانه الراحله سعاد حسني وهي اللي اعترفت له. مفيد. ما هو مفيد ده طبعا ده مفيد ده مش سهل. مفيد ده يعني عملاق في عالم الصحافه. صحيح. والحوار يعني طبعا. فطبعا وصل ان انا هو ما عامل حلو ولا انا متجوز. خلاص متجوز. لا هقول له العرفي ولا بس يعني بس اعترف لك انه متجوز. بس انا ظالمها معايا لان انا ما اقدرش. وياسين عبد الغفار قال لي هذه المعلومه اللي قالها مفيد. وكنا هنتخانق انا وهو في الرحله دي. ليه؟ الموصل دي برد قوي. فجابوا لنا في الاوضه دفايه بالجاز. فطفت الدفايه واحنا نايمين. صحينا على دخنه طبعا الدخان بتاع الغاز. قمنا شرقانين يعني ربنا كتب لنا عمر جديد. طبعا. فتحنا الشبابيك وقلنا نبرد ونكلفت احسن ما نموت مخنوقين يعني. وكان هو قال لي حاجه كمان، قاعدين نلعب كوتشينه بقت ثلاثه بقت اربعه بقت خمسه، فاضل لنا ثلاث ساعات ونوصل. ما ننامش. انا بحب انا ما بحبش انام الا لما النار يطلع. كان عنده اعتقاد انه هيموت لو نام بالليل. يا فكان يستنى لما النار يطلع يطمئن
انه بدا يوم جديد عشان انه يبقى فيه ناس صاحيه حواليه وينام بعمق بالنهار، انما بالليل يخاف ينام بالليل. يا الله يرحمه. ايه اكتر اغنيه بتحبها له؟ على بال ما نجهز حاجه يا جماعه. كل اغانيه. ايه هو في اغنيه كانت مفتاح الحب بينه وبين شمس. ايه هي بقى؟ قدك المياس يا عمري. والله قال احنا سافرنا سوريا سوا نعمل فيلم اسمه رحله حب. هي البطله وانا البطل. هي دي كانت التعارف. وعجبتني فانا عايز الغيها بقى. فبدات التنطيط بتاع الافلام ده. لقيتها مش يعني مش عاجبها الاسلوب ده يعني. وكنت اتعرفت على عائلتها هناك من اصل سوري. فاولاد عمها هناك ولاد اعمامها، فحسيت انها بيتوتيه يعني. بقت يعني احنا بنسهر كل يوم بالليل، لا ما تجيش معانا، تروح مع اولاد عمامها وتعرف العيله وتقعد معاها. فقلت الله، لا طب ما تدخل من سكه البيتوتيه دي بقى. ايوه. فتسللت في العيله. ودخلت في العيله وعجبتني شخصيتها بقى بجانب جمالها، طبعا عجبتني شخصيتها. زين القمر ما شاء الله. ما شاء الله. وكنت بقى بعكسها بالاغنيه دي. اجيب الكاسيت تديه للسواق، ما احنا بنروح بعربيه البطل والبطله يركبوا عربيه. يروح طب مكان التصوير. فادي كاسيت للسواق واغمزه كده يشغل الكاسيت. وابتدي ابص لها بقى. لسه بتشغله قدك المياس؟ قدك المياس يا عمري. طيب دي اغنيه رابطت بينا يعني.